اللي كان معايا كان ما يكسبش 100 فرنك في جيبه في ظرف عام ونص عرس. صباح خير، اخر مره حكينا على الصنعه توجه دور اللوكال اللي هو اهم حاجه. اول ما يضرب في مخك اللوكال برشا الناس يقول لك نمشي نحل في حومتي. يقعدش عندك ما تخدم في حومتك، مش يخليوك الجيران، ما نتصورش بك الحس والجوج ما ودخول وخروج تاع الكليونات، مش تقلقوا الجيران مش يخليوك. وش بدهم يتسبوا لك لين تسكر. اي بي تقول الجيران تو ما يتقلقوش. اي بي نمشي معاك. شنو هي نوعيه الكليونات اللي مش تخدم عليهم؟ مش تقول لي ولاد حومتي، مش تقول لك نحي الحكايه من مخك وبرا شوف لك خدمه اخرى. تي مازالت ولاد حوم، هي تي تونس فرغت، اللي حرق حرق واللي قطع قطع، حتى لما حرقش عارف عنده بلاي في دارو. ها قداش سومه انت البلاي؟ بين 600 700. يقول لك نمشي نركش في داري خير ما نحط 5000 10000 في الصاله نتاعك. اي انت كي تسمع هذا الكل تقول لي شنو هو الحل؟ يا ودي يجي باش نقول لك الحل. يجي باش نقول لك الحل. في الصاله ما يحبش يسمع الحل، يجي نوريكم السر وين. شو اللوكال بحذاه محطه تملي وتفرغ، ومع جنبه قهوه، ومع جنبه قهوه اخرى. 100 متر اخرين فما قهوه اخرى. وليسي وتكوين. هاكم شفت السر وين؟ كان سبالة متاع فلوس ما يتأثرش حتى بالموسمية أو السيزونيير اللي مش نحكيه عليها المرة الجاية. سلام، باي، تشاو.